لا مؤتمر صحفي بين الرئيس الإيراني وأمير دولة قطر. لديهم الثاني، وأنا سعيد بزيارة فخامتها والتي بلا شك ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. عقدنا وفخامة الرئيس قبل قليل مباحثات تطرقنا فيها إلى مواضيع ثنائية هامة شملت العديد من المجالات مثل الاقتصاد والاستثمار والطاقة والسياحة وغيرها من المجالات التي من شأنها زيادة التعاون لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. ويسعدني أنه تم اليوم توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطر وإيران، وهذا أمر مهم ولا بد من متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لضمان الحصول على الفائدة القصوى منها. وبالمناسبة أود أن ننوه بالدور الهام للجنة الاقتصادية المشتركة بين بلدينا التي عقدت اجتماعها الأخير في أصفهان في نوفمبر 2022، ونحن نتطلع لعقد اجتماعها هذا العام في الدوحة. تحدثنا أيضا عن القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا، وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة. وقد جددنا التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات ولمواجهة مختلف التحديات التي تواجه منطقتنا. وقد اطلعت مع فخامته على ما وصلت إليه مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والغرب، ولما لهذا الموضوع من أهمية وتأثير على أمن واستقرار المنطقة. فإن دولة قطر تتابع وبكل اهتمام سير المفاوضات، وتأمل أن يتم التوصل في القريب العاجل إلى حل واتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقا للاتفاقيات والقرارات الدولية. وانتهز هذه الفرصة لكي أجدد استعداد دولة قطر لتقديم أي مساعدة ممكنة في سبيل التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة. وقد نالت القضية الفلسطينية كذلك حيزا كبيرا من مباحثاتنا باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، وأكدنا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وإيجاد حل القضية وفقا للمخرجات الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تغيير مصيره وفي العيش بحرية وكرامة واستقرار. تحدثنا أيضا قضايا تخص المنطقة مثل أفغانستان وسوريا واليمن، ونأمل أن يتم حل سلمي لهذه القضايا في أقرب وقت. كما تعلمون، يعلم الجميع، قطر تستضيف كأس العالم هذه السنة أواخر العام الحالي، ونريد أن أهنئ الأخوة الإيرانيين لتأهلهم لكأس العالم، وأدعو أيضا فخامة الرئيس لحضور مباريات كأس العالم. ونحن نرحب بالجماهير الإيرانية التي سوف تحضر إن شاء الله لمؤازرة الفريق الإيراني وأيضا الاستمتاع ببطولات كأس العالم. أرحب بكم مرة أخرى فخامة الرئيس، وأشكركم على زيارتكم ومشاركتكم غدا في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، آملين أن تحقق أهدافها. شكرا جزيلا.